عندما كانت تأتينا بجلسة الأمناء العامين مقترحات التنسيقيات الجهوية لعقد مثل هذه الاجتماعات، كان رفاق الأمناء العامون يعبرون عن رغبتهم في التدخل وأخذ الكلمة في هذا الاجتماع أو ذلك، كل له معاييره وكل له مقاييسه التي تفسر هذه الرغبة، ولم أجد في الواقع ما يدفعني إلى أخذ الكلمة في اجتماع من اجتماعات أي جهة. ذلك أن كل أنصار الجبهة الشعبية وكل مناضلات ومناضلي الجبهة الشعبية هم جزء من مختلف مكونات هذه الجبهة وبالتالي لا فرق. لكن عندما شرفت بأخذ الكلمة في اجتماعكم هذا انتابتني مشاعر من الفرح ومن الفخر والاعتزاز، ليس فقط لأنني ابن هذه الجهة ولي فيها الكثير من الأصدقاء والأهل ورفاق الدرب، ولكن لأنني عندما أتحدث عن جهة بن عروس أتحدث عن كل تونس، أتحدث عن الجمهورية التونسية. في نفس الوقت انتابني شعور من الرهبة ومن المسؤولية. أيها الحضور الكريم، إن المتحدث عن ولاية بن عروس سيتحدث عن كل تونس، فبن عروس تختزل تونس الجمهورية في هيكلتها وفي ديمغرافيتها وفي مشاكلها. بن عروس وككل ولايات الجمهورية أنشأتها السلطات العمومية ضمن هاجس أمني وأمن بحت للتحكم في الناس ومراقبة حركاتهم وسكناتهم، وليس لتوفير الأمن. وليس غريب أن تكون بن عروس من الولايات القليلة التي بها منطقة متاع شرطة ومنطقتين متاع حارس، بالإضافة إلى أقليم متاع شرطة. وليس كذلك هذا التقسيم ولم يرد كذلك ضمن هاجس يستهدف التنمية أو يستهدف حتى توفير الأمن لسكان ولاية سيدي بن عروس. بن عروس كما تعلمون مهيكلة وفق ثلاثة شرايين لم يكن للدولة الوطنية بسوء الحظ أي دخل فيه: سكة الحديد وجبيتروا والطريق الفرعية بن عروس بروطة، ولا اللي تفرع عليها نعسان مرلاج. ماذا أضافت الدولة الوطنية لذلك؟ ولا شيء، وكلكم أبناء هذه الولاية وبإمكانكم التنقل في ربوعها، سوف لن تجدون أن هذه الدولة الوطنية أضافت ولا متر من التاريخ المعبدة. فالولاية لم تحدث لفائدة سكانها، وإنما كمجرد مدخل جنوبي للعاصمة. تذكروا هذا الكلام عندما كانوا لا يسمون ولاية بن عروس، يسموها الولاية الجنوبية أو المدخل الجنوبي للعاصمة، بما في كلمة مدخل من حذرة ومن تهميش ومن استعلام. هي مدخل للسكان القادمين من كل ولاية القطر، ومن يصعب عليه لأسباب مادية أو اجتماعية الدخول أو الاندماج عليه أن يبقى في المدخل. لذلك من الناحية الديمغرافية نجد في بن عروس كل سكان الجمهورية، وتكاد تكون بن عروس فريدة في ذلك. وطوال حياة هذه الولاية منذ نشأتها لم تسعى السلطات العمومية إلى إدماج سكان بن عروس وصياغتهم في وحدة سكانية واحدة ذات هوية مرتبطة بالعنوان. فبقيت المعتمديات في ولاية بن عروس كالجزر في المحيط، مجزأة يصعب أن تتعامل مع بعضها وفق تصور تنموي اجتماعي متناسب. وبالفعل بقي سكان بن عروس وخاصة معتمديات جبهة الوقت، يعني فوشانة والمحمدية، وبين الكسعة وبرودة نعسان والخليطية وبرنان، على حد قول الصديق والشاعر العزيز المناظر التقدمي الجبهوي بامتياز قبل أن تولد هذه الجبهة المرحوم الطاهر الهمداني،
يعني فترة الرسم للجبهة بقي سكان سيدي بن عروس ممروجين في وسائل النقل العمومي والخاص، يمرون في المحطات وفي وسائل النقل الغير مريحة أكثر مما يمرونه في مواقع العمل أو الدراسة. التنقل بين مختلف معتمديات الولاية وبين معتمديات الولاية ومركز الولاية الذي لا نعرف أين هو بالتحديد، هل هو في شوشترادس من المحكمة، هل هو شارع فرنسا أو شارع الشهداء، من أشق المهمات. تتنقل من صفاقس إلى تونس في ساعتين زمان، لكن باش تتنقل من مربيع أو من سيدي فرج في اتجاه أحد شواطئ الولاية أو في اتجاه سوق مرنان يحب لك 3 أو 4 سوايع. وانعكس ذلك على تبادل المنافع التجارية والخدمية بصفة عامة بين سكان الولاية، وساهم ذلك في ضعف مردود نشاط حركة السكان على تمييز ولايتهم. ولاية بن عروس التي تزخر كما كان يتحدث رفيقي محمد بن الحاج بالعديد من الثروات، شاطئ جميل وميناء ينطلق من رادس إلى حدود برج الجرية، لكنه شاطئ يعاني الإهمال وقلة العناية. سهول خصبة بالمحمدية والخليدية وحقول مرناك والخليدية تزخر بجميع أنواع الخضار والفواكه. مواقع أثرية هامة ومهمة في المحمدية وفي أذنة يضاف إليها حنايا زهوان، ولكنها أيضا غير مفعلة ومهملة. ولاية بن عروس رابع ولاية من حيث عدد السكان، ما فيهاش قاعة سينما واحدة، وما فيهاش قاعة عرض المسرح واحدة تشتغل، فيها دور ثقافة بلا ثقافة وبلا وسائل وبلا مؤثرين ثقافيين. تشكو النوادي الرياضية ندرة الإمكانيات وضعف التأثير وانعدام البنية التحتية، فحتى النادي الوحيد الذي يعمل في الرابطة المحترفة الأولى واللي يتكلم باسم الولاية عنده 4 سنين ما يلعبش في الستاد بتاعه، مما خلاه عنده 4 سنين يلعب على مجرد البقاء في الرابطة الأولى. بهذه المناسبة بالفعل نتمنى أن يصعد نادي بن عروس للرابطة المحترفة الأولى على الأقل، باش كل جمعة نفرحوا شوية بذكر اسم الولاية في وسائل الإعلام. معاهدنا ومدارسنا تشكو الاكتظاظ وانعدام قاعات المراجعة وقلة المكتبات العمومية وندرة المراجع. ليس لنا كما قال الرفيق محمد بن الحاج لا مركب جامعي عدا المعهد العالي للعلوم التكنولوجية اللي تابع جامعة كرتاج، ليس لنا مستشفى جامعي وتفتقر المستوصفات إلى طب الاختصاص وإلى الكادر الطبي وشبه الطبي، مما يجعل زيارتها للعلاج رحلة عذاب وشقاء، خاصة بالنسبة لكبار السن وللأطفال. هذه تركة صحيح ويتطلب الخروج منها جهدا ووقتا حتى يعاد التقسيم الترابي على أسس تنموية، وتطرح الجبهة الشعبية في هذا المجال إعادة التقسيم الترابي لكامل الجمهورية وفق منوال التنموي الجديد. قد لا يتسع المجال للتفصيل فيه، ولكنها كما كان يشير الرفيق عضو التنسيقية الجهوية تطرح تفعيل الانتخابات للمجالس التنموية وإدارة الشؤون المحلية حتى يتسنى للمواطنين المساهمة في وضع التصورات والطرق للنهوض بمناطقهم وتنميتها. ولاية بن عروس كما ترون فيها إلى جانب البطالة وعدم العناية بالشباب من خلال إهمال مجالات التعليم والثقافة والرياضة، تصبح بن عروس ذلك الجزء من القطر الذي يجسد كل مشاكل القطر البنيوية والهيكلية وقصور الخيارات المركزية على جميع الصعود، وتجسد كذلك معاناة الشعب
من حجرة وتهميش ومن بدالة وافتقار أدنى وسائل العيش الكريم واللائق. ولكن ماذا فعلت الحكومة التي تسمي نفسها بالشرعية والثورية ونسميها نحن بكل تواضع حكومة الالتفاف على ثورة؟